بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا موضوع اليوم مثل ما مكتوب مع عنوان الفيديو، بس قبل ما نبلش بتمنى الاشتراك من الكل. نبلش على السريع لاني طويل الفيديو شوي، بس انت خليك تابع الموقع الثاني، انا رحت موقع الاول وانت خليك تابع الكل حتى توصل للموقع الثاني تعرف تشتغل عليه. طبعا الموقع الخريطة بس افضل من خريطة جوجل، يعني حتى افضل من خريطة جوجل نفسها، وراح تشوف هلأ بالصورة كيف اني افضل من خريطة جوجل. طيب انا راح ابحث هلأ عن المنطقة انا اللي عايش فيها، وانت بتبحث عن المنطقة اللي عايش فيها او بتزور باي منطقة تاني. طيب هلأ بدي راح ادخل انا على التعيين عن اي مكان اي مدينة، يعني شوف قديش واضحة الصورة ولسه بتتقرب الصورة. طبعا هون فينك تنزل تتمشى في اي منطقة بتحط فيها هذا شو بسموه مموش او ما بعرف شو بسموه، وتنزل تتمشى بقلب الموقع. هو طويل الفيديو شوي بس انت فينك تتابع وتشوف قبل ما تنسخ وتلصق الموقع. طبعا مثل ما شايفين انتو محلات وناس، يعني موقع كتير كتير جميل. طيب هلأ رح ندخل للموقع التاني ونشوف جمال الموقع التاني. رح ادخل على الموقع التاني وزور كام شارع بس حتى اوضح لكم اكتر يعني جمال الموقع التاني. طيب بلصق لصق لصق، انا رح احط الروابط يا جماعة، انا رح احط الروابط بالوصف، الروابط انا رح احطهم بالوصف، بس بتمنى من اللي استفاد ومن اللي عجبه الفيديو اشتراك بالقناة. هذا الرجل بأي منطقة هون على البحر على النقطة الزرقاء، يعني شوفوا كيف انا ما بعرف كيف مأخوذين الصور بصراحة من الاشخاص نفسهم، بس هي انا ما بعرف ليش مقسومين الصين هالمرة، هيدي مقسومين الصين ليش ما بعرف. يعني كيف مأخوذين الصور من جوالات العالم انا ما بعرف، بس طبعا هيك ما يعني مثل ما شايفين انتو. طيب هلا راح مثل ما شفتوا انتو، هلا انا راح اروح على منطقه تاني، راح اشوف منطقه تاني وراح اروح عليها. انت تضغط بالزر باي منطقه هو بيطلع لك الصور مثل ما شفتوا انتو، انا ضغطت وطلع لي الصور. اذا موجود طبعا صور بيعطيك، اذا ما موجود صور ما يعطيك. يعني هذه زاروبه او شارع، يعني هذا الشخص بعتقد عم يصوره لهذا الشخص، عم يصور هذا الشخص، فكيف ما اخذ الصورة انا ما بعرف. طيب بعد شوي اسا اكتر، طبعا هاي مقهى، هاي مقهى ما بعرف وين، يعني ما بعتقد هذا الشخص هو اللي ناشره للصورة او شي، بس ما بعرف انا كيف ما اخذين منه الصور. طب خليك هلا معي شوي لفرجيك شغلة حلوة كتير، رح بعد لسه اكتر، رح شوف عند الصيدلية شو فيه. هاي فوق الصيدلية في بيت وهي الصور المأخوذة من البيت. طبعا احنا هلا دخلنا على بيت الجماعة، وهون يا شباب هون حلب، هون حلب. وانا دخلت بصراحة للموقع هذا ودخلت على مناطق بحلب وشفت شفت هيك الدمار وشفت البناء مهدم وشي. طبعا انت فينك تزور هلا اللي بدك اياه وتشوف هون، والله مدري شو اسمها المنطقة هادي، بس شكلها سياحية هالمنطقة هادي. هون الجماعة عم يتصوروا. طبعا نشوف مثل ما شفت علم اسرائيل، وما بعرف وين هالمنطقة هيدي ما بعرف. هاي الشابون عم يصور مدري شو عم يصور.
يعني بعتقد هيدي أحياء مصر القديمة. وهي الأهرامات، وصلنا للأهرامات. هي الأهرامات، خلونا نشوف الأهرامات عن قريب. يعني جمال الموقع بيعطيك أشياء حلوة كتير كتير، وأنت فينك تكتشفها. طبعا هي الأهرامات عن قريب. يعني شوف، الله الله، شوف ما أكبره. يعني هذا الموقع مثل ما حكينا، وانت فينك تدخل وتتصفح وتشوف اللي بدك اياه. وبتمنى من الجميع، اذا اعجبك الفيديو وعجبك الموقع، بتمنى الاشتراك، لايك، حتى تشجعونا. وان شاء الله انا اي موقع جديد، اي موقع، اي استفادة، انا راح انشره فورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.